وصول شحنة المساعدات الجزائرية المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري والمقدرة بتسعين طنا من المواد الغذائية إلى دولة موريتانيا الشقيقة عبر طائرات نقل تابعة للقوات الجوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يشرفني في هذا اليوم أن أسلم هذه المساعدة المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري وبأمر من السيد رئيس الجمهورية وبالمساعدة القيمة للجيش الوطني الشعبي الشقيقة بريطانيا لتوزيعها على الأسر المتعففة بمناسبة هذا الشهر القادم. تتمثل هذه المساعدة في 96 طن منها 30 طن من الخضر والباقي من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. نحن هنا لاستلام هذه الهدية المعتبرة من المواد الغذائية هدية من الحكومة وحكومة الجزائر الشقيقة للشعب الموريتاني في هذا الشهر الكريم. العملية هذه تندرج ضمن المساعي الحديثة للجزائر لترسيخ مبدأ التعاون والتضامن الدولي. نبقى أكيد على أهبة الاستعداد لأي مساعدات ولأي طلبات من الأشقاء العرب وحتى أشقاء الأفارقة في كل مكان. وما هذه المساعدات إلا امتداد لتلك التي قدمتها الجزائر لدول الجوار على غرار ليبيا الشقيقة ودولة مالي، وهي نابعة من توثيق روابط الأخوة والصداقة والالتزام في التضامن مع الدول النابعة من مبادئ نوفمبر التحرير المقدس.